السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة من حلقات نيو جيم. إلى عشاق هذه القناة، لدي اليوم هدية لكم والزوار الجدد، أتمنى أن تشتركوا في القناة. هناك عدة أشياء تكون في ألعاب إلى وشيء من هذا القبيل. المهم، حلقة اليوم لا ليس ألعاب أو شيء من هذا القبيل. اليوم سنتعرف على برنامج مضاد الفيروسات، بل هناك فيروسات تكون لدينا في الألعاب وألعاب لا تشتغل علينا بسبب فيروسات وإلى آخره. اليوم وجدت لكم برنامج رائع، والمفاجأة الكبيرة هي أن البرنامج لا يتجاوز 1 ميجا بايت. اليوم سنشرح لكم كيفية تحميله وتثبيته وتفعيله إن شاء الله. أول شيء ستقومون بتحميله، ستجدون رابط تحميله أسفل هذا الفيديو في الوصف. بعد تحميل مباشرة تفكون الضغط عليه، بعد فك الضغط تنتظر، يعني بتقل لنا هذا الملف هكذا. ندخل إلى الملف ونقوم بتثبيت البرنامج، ننتظر يس. تختار اللغة، هناك لا يدعم لغات عديدة بالإنجليزية ولغة لا أعرفها. تضغط نيكست كما العادة، اي اكسبت نيكست كي الديسكتوب يكون نيكست. تنتظر حتى يتم تفعيل البرنامج، انه خفيف جدا ولكن فعاليته خطيرة جدا. والله هذا البرنامج افضله على برنامج اباس. اباس يتطلب ايضا مواصفات عالية للحاسوب، لانه بعد الله هذا البرنامج خفيف جدا، لا يتجاوز 1 ميجا بايت، فهذا جد رائع. تنتظر حتى ينبثق على البرنامج. مباشرة نذهب إلى ماناج، ننتظر، ندخل إلى هذا بلوك نوت، هناك يوجد تفعيل، تقومون بالضغط هناك، تضغطون على كوبي. أنا قمت بالتفعيل من قبل، نضغط إعادة التفعيل ولا يوجد أي مشكلة. ونكتب الكي هنا، هذه هي مهمة، الكي هي مهمة. ريجستر، تم تفعيل البرنامج. سنشاهد قائل إلى هنا كانت نهاية حلقة اليوم. لا تنسوا الضغط على زر لايك وسبسكرايب للزوار الجدد، وأتمنى أن تعجبكم الحلقة. إن واجهتم أي مشكل أو شيء من هذا القبيل لا تنسوا إلا التعليق، التعليق تعليق تعليق لكي أحل لكم المشكل إن شاء الله. إلى اللقاء في حلقة جديدة. إن وجدت الدعم كما سبقت وقلت، سأقوم برفع لكم لعبة مريم ولعبة كونتر سترايك إن شاء الله للأندرويد. إلى اللقاء في حلقة جديدة أصدقائي، أتمنى أن يعجبكم الفيديو.